Assalamu alaikum, Shannon Makum. Hey everybody, it's Shannon. A few days ago I did this video about tips for learning Arabic, okay, for beginners. من كم يوم سويت فيديو نصائح للناس اللي حابين يتعلموا عربي للمبتدئين. طيب. I got a message on Snapchat. جاتني رسالة في Snapchat عن تقريبا نفس الشيء لكن للإنجليزية. خاصة ما شاء الله أنت تتحدثين اللغة العربية بطلاقة على الرغم من أنها من اللغات الصعبة. كيف أقدر أطور مهارة التحدث عندي في الإنجليزية؟ خاصة which is my Arabic nickname. ما شاء الله is like you know what that means. You speak Arabic fluently even though it's a very difficult language. Thank you. I try. How can I develop my skills in English? And by the same token, in the same way that I asked in my other video, سألتكم سؤال في الفيديو اللي فات. سألتكم إيش النية. I asked, what's your intention? Like, what's your reason for learning the language? Because that's going to drive your action. And I think right now I should start speaking Arabic because if you speak English, you probably wouldn't be watching this video. الحين من الحين بتكلم عربي لأن لو تكلمت إنجليزية ما راح تشوف الفيديو ذا. طيب إيش نيتك؟ أول شيء لما تتعلم إنجليزية وتفكر في تعليم اللغة الإنجليزية ليش؟ إيش الهدف؟ أنت عندك نية معينة وهذا للشغل ولا للعائلة ولا إيش؟ مو لازم تقولين لأحد بس مهم إن يكون عندك في بالك إيش النية؟ إيش الهدف النهائي؟ وتتخيل نفسك تتكلمين اللغة بطلاقة. هذا شيء بعد قانون الجذب صح؟ The law of attraction. ودائما أقول مهم جدا إنك تأخذين كورس. كورس ممكن يكون أونلاين طبعا شخصيا أحسن ولكن أوكي في وقت كورونا ممكن أونلاين عادي بس من المهم إن يكون في معلم ومعلمة معكي طول الوقت يعني أونلاين عبر الأبس وكده تطبيقات ممكن تفيدك ولكن مش لدرجة إن المعلم الحقيقي مباشر بيفيدك. طيب أنا طبعا يعني ما أقدر أسوي هالفيديو بدون ما أقول لكم إني أنا سويت دروس إنجليزية ولكن أنا شوي صعبة أنا لئيمة ليش مش لئيمة ولكن أنا بقول لك إذا ما درست ما سويت الواجب بقول لك ليش like what the hell you know ليش تضيع فلوسك وتضيع وقتنا you have to really want it لازم يكون عندك الإرادة ليش تدرس إنجليزية وأنت راح تبذل جهد عشان تركز وعشان تمارس عشان تتعلم اللغة طيب and بالعربي وشيء ثاني أعتقد من المهم إن تسأل للتصحيح فاهمين إيش قصدي؟ يعني أنا لما أخط أسوي غلط بالعربي الأخطاء اللغوية كده أي شيء زي كده أنا دائما أبغى أعرف إذا جبت العيد أو إذا أي إذا سويت شيء غلط باللغة يعني أنا أحب التصحيح ليش؟ عشان أكون أحسن أتحسن وأكون أحسن في المستقبل عشان أتطور من نفسي طيب؟ في ناس يحسبون إنه هي سوت غلط بس ما ابغى اقولها يعني ما ابغى اقلل من ثقتها في النفس وما ابغى كذا ما ابغى اكون قاسيه معها ما ابغى اي يعني ما ابغى يعني قسيتي علي you know, لا like انا مره احب التصحيح the constructive criticism الانتقاد اللي راح يساعدك في تطوير النفس في ناس يقولون انت خايسه بالعربي انت تتكلمي زي خدامه كده خدامه البنغالي او بنغالي بنغلاديشي شيء زي كده and I'm like okay can you say it to me in English عفوا ممكن تقولي هالكلام بالانجليزيه ايش ما تعرفي انجليزيه اوكي ما تبغي كده ما تبغي واحد اللي راح يعني يتمسخر عليك وكده انت كده ما تعرفي اللغة ما لا تتكلمين إنجليزية أنت خايسة بالإنجليزية الناس اللي say أفضل ناس الناس مو بس أفضل يعني ناس طبيعية like normal people هم راح يعني أكيد يبغون يشوفونك ناجحة باللغة بالتعليم
في I remember أنا متذكرة يوم كنت في كنت مسافرة وقابلت واحدة سعودية وهي تتكلم إنجليزية كويس ما شاء الله عليها, ولكن مرة ما كانت واثقة في نفسها. هي قالت لي شانن صحباتي يقولون لا تتكلم إنجليزية لأن أنت تسوين أخطاء كثير بإنجليزية, وأنا استغربت مرة في ناس بعد غير ناطقين إنجليزية وهم لائمين معها, شيء غريب ليش؟ طيب في ناس يمدحون وهذا شيء أنا شوي يعني أنا عارفة إذا هو يمدح ممكن أنا أسوي شيء غلط وأسوي أشياء كثيرة غلط, وهو لسه يمدح it's like أنا ماني واثقة فيك, it's like أحس إنك تكذب علي. ولكن في ناس أوكي بكل صراحة يقولون ما شاء الله تفوقت وأنا فخور فيك هذا جيد, وكمان في ناس يقولون بس يجلسون على المشاكل الصغيرة كذا هذا عادي, بس أحسن لو قدرت تقولها بشكل مؤدب ولطيف like that was really good maybe next time try doing it like this like or أنت أحسنتي, وممكن لما تقولين هالكلمة تحطين شدة في هالحرف أو شيء زي كذا, you know what I mean. زبدة, من المهم أنك تلاقين معلم ومعلمة جيدة وأنك قادرة على قبول الانتقاد. كلنا لما نتعلم لازم نكون زي أطفال. It's kind of fun because you know you're going to make mistakes and that's just part of learning and you have to get used to it. And oh, well, you said that word wrong. It's like, oh my God, you're right. سويت غلط. خليني أمارس معك. So I get messages on Snapchat when I pronounce something wrong sometimes. I'm like, oh, ممكن تسجل لي صوت عشان أسمع مرة ثانية ومرة ثالثة عشان أحفظ الصوت الكلمة ذي. And that's been very helpful too. في ناس مش ناطقين إنجليزية وممكن صار لهم 10 سنوات في أمريكا ولسه عندهم لكنة قوية ولكنة أي أجنبية كده, وأحيانا تصحح لهم الكلمة والنطق ويقولون ليش أنت كده, ليش أنت دائما جالس على الوحدة جالس على الشيء الصغير كده, أو آسفة. بس لما يقولون لا إيش خليني أكتب خليني أمارس ممكن تقولي مرة ثانية كيف النطق كذا زي كذا, وأنا أسوي أوكي شكرا لك والله أنا بحفظ الكلمة والله هذا شيء حلو. وأعتقد إن ممكن الشخص اللي ممكن يهايط ممكن ما يعرف الكلمة أصلا ويهايط يقول مفروض تقولين كذا خلي بالك منهم. بس أي زبدة معلم جيد شيء مهم جدا, ومنهج بعد. أنا في دروسي عادة نستخدم المنهج عنده الطالب وهو يجي للدرس حقي عنده هدف, يعني أبغى نتكلم عن الكتابة الرسمية عشان أبغى نتكلم عن كيف نسوي presentation تقديم قدام الناس كذا وأشياء زي كذا. So anyway, yeah, you can book lessons. ليش بالإنجليزية مرة ثانية؟ تقدروا تحجزوا دروس على الموقع lahjati.com وكمان ارسلي ايميل او مسج لا تترددوا. احبكم ان شاء الله الفيديو يفيدكم وايوه اعطيني لايك وسبسكرايب واعطيني تعليقاتكم تحت. احبكم واشوفكم المره الجايه. يلا see you guys next time. Alright guys, I couldn't let this video finish without showing you my sunflower plants. I planted 2 seeds on May 1st. شوفوا النمو. Look at the growth of these. ولا مرة أفتخر في نفسي وأفتخر في النبات. We say, نقول بالإنجليزية, واحد اللي جيد في النباتات وكذا في نمو النباتات, نقول إن عنده green thumb.